أنا نيفين الحوتري، امرأة سورية مهجرة من الغوطة الشرقية باتجاه شمال سوريا. أعمل على قضايا النساء، ناشطة حقوقية. بهتم من 7 سنين أنه النساء يمارسوا أدوار حقيقية لياخدوا دورهم ويكون قضيتهم عادلة. أنا رئيسة مجلس إدارة في وحدة دعم وتمكين المرأة، وأيضاً عضوة أمانة عامة في الحركة السياسية النسوية. أنا صباح الحلاق من سوريا وناشطة بحقوق المرأة، وبعتقد أنه شغلي وشغل الأخريات والآخرين اللي مقتنعين بمشاركة النساء إلى أثر إيجابي، وهذا الأثر الإيجابي يبين معنا تماماً بالتغيير اللي حصل على المستوى الاجتماعي والمعرفي لدى عدد كبير من اللاجئات السوريات، بحيث أصبحنا قائدات محليات. الأمان بالنسبة لي هي حمايتي من الضرر، بأنه أنا أشتغل ببيئة ما أكون خايفة، عم بقدر أمارس دوري برياحة. الأمان هو الشيء اللي إحنا افتقدنا له من 40 سنة في سوريا، من بداية الحيطان إلها أذان، المقولة اللي تربينا عليها بأنه إحنا ما يكون في عنا رأي، منخاف نحكي رأينا، مروراً بمعتقلي الرأي، مروراً بالانتهاك اللي عم يرتكب بحقنا. كل هذا كان انعدام للأمان بالنسبة لنا، والأمان هو الشيء اللي حاولنا نحن نطلع ثورة يمكن يوم من الأيام لحتى إحنا نقدر نحققه. الأمان إنه النساء تأخذ أدوارها بشكل حقيقي، إنه يكون نعيش بمجتمع فيه مواطنة، في مجتمع بيحترم أقليات. الأمان هو شيء أساسي بالنسبة لنا لحتى نقدر نعطي. أكيد في عقبات، تجاه العقبات هي تجاه سعي السوريين والسوريات نحو دولة مواطنة، نحو دولة ديمقراطية، نحو دولة المساواة. هي عقبات أولاً هي بتأتي من أنه الحكومات أو أطراف النزاع هي ليست على أولوياتها لا مشاركة النساء، ولا أنه تصبح هذه الدولة دولة مواطنة لجميع مواطنين ومواطناتها حقوق متساوية. العقبات هو الملف السياسي الذي متوقف للحل بسوريا، العقبات حتى اللجنة الدستورية والعملية الدستورية اللي بدأت أيضا هي متأخرة ولا يعني تسير بوتيرات جيدة. من العقبات هو عدم وجود نسويات ونسويين بنسبة 30% بيقدروا يغيروا سواء باتفاق السلام أو سواء بالدستور السوري القادم. بأنه ليست فقط المرأة مكان بيتها، وهذا العبارة اللي كانت دائما يعني المجتمع أحيانا بيضيق علينا فيها، ولا إلها أدوار محددة. المرأة ممكن تكون يوما ما سياسية وتحكم سوريا لأنه هي شاركت بكل هذا النضال. هذا الحكي لما عم يحكوا النساء بالمجتمع، فأنا بشوف أنه في دور إيجابي انشغل بقضايا النساء. في ببلدي وفي بلبنان، والحقيقة مو أسماء، هي عدد كبير جدا من الناشطات النسويات والنسويين اللي الأجندة تبعهم تبدأ بقضايا المنظور الجندري، قضايا الحقوقية وبخاصة حقوق النساء، وهذا مهم بالنسبة لنا كتير، وهذا بالداخل السوري على كافة الجغرافيات، سواء مناطق تحت سيطرة الحكومة أو مناطق تحت سيطرة الأمر الواقع أو بالإدارة الذاتية. بالإدارة الذاتية الحقيقة كان في تطور كبير جدا للنساء، وعندهم كوتا 50%، وعندهم رئاسة مشتركة فيها من التجارب الناجحة للنساء السوريات.